السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مصطفى؟ شكرا يا حبيبي، في الله مشيت. الحمد لله، الله يسلمك. الله يعينك. معلش يا مصطفى، لما يكون في موظف وبيحاول ان هو يدخر من جزء من مرتبه عشان خاطر زكاه المال، لكن ما بيعرفش بالظبط اي مبلغ يعني جاي الحاله ولا لا، حتى ربنا المصطفى ده مش قادر يميز بالظبط امتى، لان هو بقى موظف يعني. لا يعني مين عفوا، عشان يقدر يحسب الزكاة مع ده؟ يعني قاعد سؤالك يا مولانا، موظف يعني بيدخر جزء من ماله يعني كل شهر، كل شهر اي حتى يبلغ النصاب يعني من نصاب الزكاة، بلغ المال والنصاب. هو مش قادر يحدد امتى، بس ما يعرفش بالظبط هل كل المال حال عليه الحول ام لا. ايوه، جزاك الله خير. أقول لك يعمل إيه؟ هو يريد الخير والفضل، أو يريد العدل وال الخير والفضل، الخير والفضل إن شاء الله، خير والفضل، إن شاء الله. خير والفضل. بلغ ماله الآن النصاب، جمع ألف وألف وألف وألف، وجاء وقت بلغ المال النصاب كله. من يوم بلغه النصاب كله يحسب سنة، وبعد السنة يزكي عليه. افترض أنه في هذه السنة، إذا كنت أنت تريد الفضل، دخل عليه ألف ثاني وألف ثالث وألف رابع، مجينا على رأس السنة المفروض يخرج عندها زكاة، في فلوس دخلت ما بلغش، ما لم يحول عليها الحول، يزكيها معهم ما دمت تريد الفضل. يعني ينظر في نهاية السنة كم معه من المال ويخرج عليه كله، إذا كنت تريد الفضل كما زعمت. يرى جمهور العلماء، أعني أكثر العلماء، أنه لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، إنما تسلمه المال في يده قد يكون محتاج إلى أكل وشرب قبل سداد الدين. هذا رأي أكثر العلماء. واضح؟ مع السلامة. طبعا السلام عليكم.